ينضم إلينا من عدن الكاتب والباحث السياسي منصور صالح. أهلا بك سيد منصور. إذن كيف تستقبل الأطراف المشككة بالدور الإماراتي هذا الموقف من أهالي محافظة سقطرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأطراف تدرك هذه الحقيقة أكثر من غيرها، وهي تدرك أنها إنما تزايد كثيرا باسم أهالي سقطرى وباسم السيادة التي لا يعبرون هم في حقيقة الأمر عنها. أبناء سقطرى هم وحدهم من يدرك حقيقة الدور الكبير الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى الدول المشاركة في التحالف العربي، وما لعبته من دور في خدمة المجتمع المحلي في هذه المحافظة أو الجزيرة التي كانت إلى وقت قريب جزيرة مقطوعة وربما معزولة عن العالم من حولها. فجاء الأشقاء الإماراتيون وعملوا على تقديم الخدمات العاجلة والضرورية والمهمة بالنسبة لأهالي الجزيرة، ومنها بناء المستشفى الوحيد في هذه الأرخبيل، وأيضا في إعادة تأهيل عدد من المدارس وتوسعة المطار وتوسعة الميناء ومد شبكة مياه جديدة بطول 75 كيلو متر مربع كيلومتر يستفيد منه نحو 100 ألف مواطن من أهالي الجزيرة. هم يدركون أيضا ما قدمته الإمارات في لقطاع الشباب ولقطاع المرأة وفي قطاع الاتصالات وأيضا في ربط الجزيرة بالعالم من حولها، ويدركون أيضا أنه ما قام به الإخوان، تنظيم الإخوان الإرهابي، هو سعيهم الحديث جهة تحويل هذه الجزيرة إلى ترانزيت لتهريب الإرهابيين وللسيطرة على هذه المنطقة. هؤلاء الذين يزايدون اليوم باسم، طيب لكن يعني هذا الموقف الآن الوطنية من أهالي المحافظة سيد منصور، كيف إلى أي درجة يبعد أطماع وانتهازية تنظيم الإخوان الإرهابي عن التدخل في مقدرات أهالي سقطرى؟ نعم، كما أشرت هي رسالة بالغة الدلالة، وربما قد وصلت من سابق لهذه التنظيمات التي تقف خلفها تركيا وقطر، وهي رسالة أكدها السقطريون في أكثر مناسبة من خلال التفافهم حول دور الأشقاء الإماراتيين ودول التحالف العربي، وأيضا أكدتها قوات النخبة السقطرية التي كانت مبادرة وبدعم للتحالف العربي للإمساك بزمام الأمور، رفضا لتواجد جماعات الإخوان الإرهابية ورفضا لمحاولات اختطاف هذه الجزيرة وتحويلها إلى وكر أو إلى ترانزيت لتنقل ووصول ومغادرة الجماعات الإرهابية عبرها بدعم من قطر. أحب أن أكرر أنه هذه الجماعات، وأعيد أنه هذه الجماعات التي زايدت خلال الأيام الماضية باسم السيادة هي اليوم التي طيب، لكن أيضا المتظاهرون سيد منصور وضحت هذه النقطة، قالوا أن تنظيم الإخوان الإرهابي يسيطر على الحكومة. يعني ما الرسالة التي تستقبلها حكومة بن دغر من أهالي سقطرى في ظل هذه المظاهرات الرافضة لانتهازية بعض الأطراف لهذا الوضع في هذه الجزيرة؟ هذا الوضع الموجود في جزيرة سقطرى لا يختلف عن الوضع الموجود في عموم الجنوب. هناك رفض كامل لهذه الحكومة لفسادها المستشري بشكل كبير، ولكونها حكومة مختطفة من قبل جماعة الإخوان التي تسيطر على القرار في هذه الحكومة، التي أصبحت تعبر عن وجهة نظر الإخوان وتتبنى سياستهم وتحاول أن تمكنهم من كل مفاصل الدولة، وهي الحكومة التي للأسف وبدلا من أن تقف إلى أو أن تكون شاكرة جهود دول التحالف تقف بالمقابل في اتجاه تعطيل دور التحالف العربي. لذلك على هذه الحكومة، أو نعتقد أنها قد وصلتها الرسالة جيدا، بأنها باتت مكشوفة للعالم من حولها، باتت مكشوفة لأهالي جزيرة سقطرى وللجنوبيين والعموم اليمنيين بأنها حكومة فاسدة، حكومة مختطفة لدى جماعة الإخوان التي تحاول تجييرها لمصلحة مشروعها الإخواني الإرهابي المدعوم من قطر، والذي سعى خلال ثلاث سنوات الماضية لتعطيل جهود التحالف. ولولا هذه الجهود
الجهود التي كانت تبذل من داخل الحكومة باتجاه تعطيل حسم المعركة لكانت حسمت المعركة في وقت مبكر. هذه الحكومة ومن خلال جماعة الإخوان عملت خلال الفترة الماضية على ابتزاز التحالف وعلى تعطيل جهود أكثر من 38 جبهة يقودها الإخوان المسلمين في مختلف المحافظات اليمنية، ظلت متوقفة وظلت تحيي حفلات الأعراس الجماعي في جبهة نهب وفي صرواح، وهذا أمر مضحك ومبكي في وقت في ذات الوقت أن تكون البلد في حالة حرب ونحن نشاهد البقالات والدكاكين تفتح في 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 أطراف الجبهات المحاذية للحوثيين دون تطلق رصاصة، نلاحظ حفلات الأعراس تقام في جبهة نهم وتنتقل العروس من صنعاء والعريس من الجبهة، وكأننا في 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 فيلم كوميدي. للأسف لا، كنا نتمنى أن يدركه التحالف مبكرا، حذر منه الجنوبيون في وقت مبكر وحذر منه الإعلام الحر، لكن ربما أن تأتي متأخرا وأن تدرك ذلك متأخرا خير من أن يظل العالم في حالة تجاهل أو عدم معرفة بما كان يخطط لهذه الجماعة في وقت سابق، وهي اليوم تتكشف على حقيقتها وهي تؤدي هذا الدور السلبي تجاه التحالف. منصور صالح الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك.